بن عيسى باعث عقاري وعضو أمين مال الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين. اليوم قمت دوك ندوة صحفية حول التظاهرة باش تكون الثانية سيسيون دوزيام سيسيون نتاع لو فوروم لو كولوك نتاع الباحثين العقاريين، وان شاء الله المره هذه باش تكون اضافه كبيره باش نبرزوا اهميه القطاع هذايا ومدى انعكاساته الايجابيه خاصه في الوضع اللي احنا فيه اليوم، واللي تونس نعرفوا احنا كون لو باتيمون فا تو فا، دونك احنا باش نحاولوا باش نقلعوا بهذا القطاع هذايا باش نخلقوا دوره حركه في الدورة الاقتصادية التونسية اللي تطلب اليوم مجهود إضافي ومجهود أكثر من العادة باش نجمو نقلعو بالاقتصاد نتاعنا. ونعرفوا احنا وقت اللي معناتها القطاع هذا يخول المنعرج اللي هو معناتها يهمه واللي هو من اجله باش نقلعوا بالاقتصاد نتاعنا وحركيه باش تكون ساتوش طول مون لي كونسيسيونير ساتوش لي زاركتيكت ساتوش المقاولين الصغار الكبار المتدخلين، معناتها القطاعات الكل باش تتحرك في البلاد، وهذايا هو المطلوب حاليا. دونك الاسراع بالتشاريع يلزم الادارات تتفهم الوضع نتاعنا ويلزمها الحاجه اللي تتعمل في نهار تتعمل في نفس اليوم، والناس الكل تكون منكبه حول معناتها جدوى هذه العمليه اللي حقيقه حاليا في تونس احنا مطالبين باش كل واحد من الجهه نتاعو يبذل مجهود اضافي باش نقلوا ببلادنا اللي هي عزيزه علينا برشا نسكن.